كل الدول انت ربعي والاهل، كل ما ضاقت بعيني لحالي بعينك كمان. أصوات شجية ندية صدحت بأعذب الألحان وحلقت منذ اللحظة الأولى في سماء الفن بعالم الإنشاد. منشد الشارقة برنامجاً جماهيرياً هادفاً أثبت منذ موسمه الأول جدارته ليس على الساحة المحلية فحسب، بل على الساحتين الإقليمية والدولية أيضاً، ليغدو اليوم في عقده العاشر حلماً للكثير من الطاقات الإبداعية التي تمتلك موهبة الإنشاد وتعشق الفن الهادف، ومدرسة رافدة للساحة الفنية. وشاهداً ينقل مدى اهتمام إمارة الشارقة بتشجيع الأجيال الجديدة والموهوبة من الطلبة على احتراف مجال الإنشاد والارتقاء به. يا من يرجى للشدائد كل الأيامن، يا شهد برنامج منشد الشارقة الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام على مدى سنواته العشرة اهتماماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تجلى ذلك من خلال توجيهات سموه بضم منشدين من جميع الدول العربية ليحصد البرنامج مزيداً من الأصوات والمواهب التي لمع بريقها في عالم الإنشاد تجاوزت حدوده الجغرافية لتجوب حدود العالم أجمع وتحقق المزيد من المشاركات والمتابعة الجماهيرية. وفي دورته العاشرة طاف برنامج منشد الشارقة أرجاء الوطن العربي مانحاً الفرصة للمنشدين من مختلف المستويات لعرض مواهبهم عبر جولة اختبارات في 10 بلدان عربية انطلقت من سلطنة عمان والسعودية في 10 أغسطس، ثم انتقلت إلى كل من السودان والجزائر ومصر وتونس والمغرب ولبنان، إلى أن اختتمت في دولة الإمارات في 10 سبتمبر الماضي. واليوم يفتتح المنشد أبوابه أمام 13 موهبة فنية من الذين تم تأهيلهم للدورة العاشرة من أصل 850 مشارك ممن تقدموا للاختبارات أمام لجان التحكيم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بجانب مئات المشاركات الإلكترونية عبر الإنترنت، بانتظار الفائز الذي سيحالفه اللقب بمنشد الشارقة لهذا العام. ودليل يا ضياء. بالكثير من اللهفة والحماس ينتظر عشاق برنامج منشد الشارقة صوتاً مميزاً يسطع صداه عبر سماء الفن الإنشادي الراقي، لذا ترقبوا سهراته القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري على مسرح المجاز بالشارقة في أجواء عامرة بالبهجة والمنافسة المشوقة. آملين كل التوفيق للمتأهلين.